معكم ابراهيم بوحاجة ابن ضحيه زهراء الحجوج الله يرحمه. حنا جينا هنايا كندير وقفه سلميه كنطالبوا بها تحقيق العداله، كنطالبوا تحقيق العداله ويسرعوا البحث حيث المجرم باقي على برا والدوار كله مخلوع، كل شيء خايف، لا النساء ولا الرجال ولا العيال، كل شيء ولا عايش الرعب. وحنا كنطالبوا من المنبر مسؤولين، كنطالبوا سيدنا الله ينصره ومدير الامن الوطني يتدخلوا في هذه المساله هذه ويسرعوا البحث. والحمد لله حنا جينا هنا واستقبلونا السيد الباشا والقائد وطمئنونا وقالوا لنا احنا خدامين، البحث راه ماشي على احسن ما يرام، وحنا عندنا الثقه الكامله في الامن ديالنا، وحنا الحمد لله راه عارفين خدامين، وخصهم يزيدوا يسرعوا البحث. حنا راه حنا ولينا عايشين واحد الحاله ما لا يرثى لها، ما لقيناش كنرتاحوا وما لقيناش كنعسوا، احنا خايفين مازال المجرم باقي على برا، خايفين مازال يقدر يرتكب شي جريمه اخرى. راه الدراري المدرسه كنديهم نجيبوهم، راه ولينا عايشين في هذه الحاله ما شاء الله وصف، بغينا المجرم يبان في اقرب وقت. الوالده ديالي الحجوجي الزهرة، اش نطلبوا دابا؟ كنطلبوا المجرم يبان، هذا اللي طالبين حنايا. جينا من الدوار، جينا نطلبوا المجرم يبان قريبا، يصلعوا البحث قريبا. السي الحموشي دخلنا في هذه المسؤوليه، الله يرحم الوالدين ديالو الا ما دخلنا في المسؤوليه قريبا. لا ما كنعسوش، الوالد باقي مصدوم، الخوت باقي مصدوم، حنا باقي مصدومين كاملنا في هذه الساعه، دابا شهر باقي ما كاين حتى حاجه. دابا المسؤولين خدامين، الله يرحم الوالدين الا ما يزيدوا في البحث. حنا كنطالبوا المجرم يبان، حنا ما كنعسوش، حنايا الحرقه باقا في قلبنا، باقي مشويين، باقي محروقين. بغات الوالده شواونا ورزاونا فيها، مرا مسنه كبيره عندها 62 سنه، دخلوا الدار ديالها ديال ولدها وذبحوها في دار ولدها، ما كتعدى لها حد، ما كتدبس مع حد، ما عندها حتى شي عداوه ومع حتى شي واحد. كنطلبوا المسؤولين يدخلوا ويدخلوا في هذه الجريمه قريبا قريبا. حنا كنطلبوا محمد السادس يدخلنا في هذه الجريمه. السلام عليكم بوحاجة محمد ابن الضحيه. دابا كنطلبوا بتسريع البحث وتحقيق العداله، لان دابا انا باقي كما بحال اللي دابا مشتت، المراه في جهه وانا في جهه، الدار ديالي باقي دابا نولي للدار، ما نقدرش هكا عايب المجرم، نادم معايا يقرر شويه شنو غايدير، واش نولي للدار ولا نبني شي دار اخرى؟ كيتسمى دابا باقي اصلا دابا الافكار ديالي باقا مشتته مره. دابا كنطالب بتسريع البحث وهذا هو اللي كنطالب به دابا في هالشهر. الاطفال في المدارس، النساء مساكن في الديور ديالهم خايفين على راسهم، الرجال ما كيمشيوش يخدموا، دائما جالسين في الدور كيحداو الديور، وهذه ماشي حياه. كنطالبوا دائما بالتسريع ديال التحقيق في هذا، حنا عارفين السلطه عامله الوقت داكشي ديالها، ولكن من الاحسن يتسرعوا شي شويه في البحث، اشهر وشي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينه والو، ما كاينه والو. وحنا حاسين بان المجرم من الدوار نيت، باين من الدوار. حالاش اختي مرة كيرجع ديك الزيت اللي داو رجعوا، مرة رجعوا الحوايج ديال المرأة اللي كانت في ديك الدار ومشات رجعوا الحوايج؟ المهم شي حوايج كيعملوهم، يعني باين شي واحد من الدوار، إما هو وإما المساعد ديالو. هذه خالتي، خالتي مرتبة أم، باش نقولوا خالتي، يعني خالتي تربيت معاها، يعني مرتبة الأم. دابا حنا هنا خايفانين على راسنا، الدوار والجهة والعائلة، حنا دابا حتى شي واحد من العائلة ما يقدر يخرج يخدم، حتى شي واحد. علاش 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 جماعة؟ حنا خصنا يتشد المجرم في أقرب وقت، المجرمين ماشي على المجرم. هذه ضحي، هذه جريمة بشعة، حنا بغينا يكون البحث محقق، راه حنا كنخافوا، حنا دابا حنا جينا وخايفين دابا في الدار شنو غيوقع، الله أعلم، ما نقدروش يخرجوا يخدموا. هذه المجية اللي جاو أغلبية الناس ما قدروش يخرجوا الدوار، خايفين، اللي يقول لك أنا نخرج شي واحد يدخل لي الدار، يقتل لي المرأة، يقتل لي العيال. حنا دابا رجعنا خايفانين على راسنا، علاش؟ حنا ماشي حنا الامن خدام، كنشكروهم وكنطالبوا السي الحموشي وصاحب الجلاله والسي الحموشي بالتدخل. اللهم ان هذا منكر، المجرم باقي معنا كيتسارى، وخاصه من رجعت البرميله ديال الزيت 30 دليتر رجعت حدا الدار. اذا ما كنقولوش حنا المجرم غيكون غادر الجهه، يعني المجرم باقي معنا في الجهه، باقي معنا في الدوار او ما يخص، المهم قريب اللي قريبه قريبه. ومره الثانيه اجبرنا الصاك ديال الحوايج ديال اللباس ديال بنت الزوجه ديال الضحيه، نعم رجعوهم تاهما، رجعوهم تما حتى الدار. حنا كان حنا 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 عندنا الثقه في الامن، الحمد لله حنا في البلاد ديال الحق والقانون، حنا عندنا الوقفه احتجاجيه سلميه
وراحنا عندنا الغيره على هذه البلاد، عندنا الغيره. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، وطالب صاحب الجلاله الملك محمد السادس بالتدخل في اقرب وقت. انا كنهضر معك دابا وانا كنت ترعد كاملي، لان هذه خالتي ضاعت، غدا يضيع اختي، ضيع عمي، ضيع. علاش؟ حنا خصنا المجرم يتشاد، على الاقل يخرجوا الناس ديال المنطقه يخرجوا يخدموا، نخرجوا يخدموا. دابا ما نقدرش نمشي نوزن مثلا، نمشي نوزن مثلا نخدم ونخلي العيال، ما نقدرش نفوت سيمانه، وحنا ما عندناش منين ناكلوا، الماكله ما كنجيبوش منين نجيبوها. حنا ما حنا حنا عارفين هالشيء هذا، كاين الخدمه، حنا عارفين كاين الخدمه، حنا خصنا بحث مدقق في اقرب وقت.